أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. طب من في السماوات والأرض وفي أداء الفاتح؟ قال لك لكن هو جاء لخصوصيات أخرى. هذه الخصوصية الأخرى اللي في قوله والطير صافات أي صفت أجنحتها. ليه؟ حتى تعلم أن القوانين خلقها الحق في الأشياء. فقانون الجاذبية للكتب، لأن الإنسان لما يلم بحتة حاجة كده بتنزل على الأرض يبقى في جاذبية. الجاذبية دي قانون إحنا ما اكتشفناه إلا الآن، إنما ده أمر واقع. قال لك لكن الحق يستطيع خالق الجاذبية أن يعطل الجاذبية. قال لك هيجي في الطول نخليه صف كده وراء ذلك الجاذبية ما تقدرش تاخد الدير اللي فينا وتنزل الأرض. قال لك عشان أنا أديك صورة من دي، وبعدين الطول لما يجي رايح يحب يحركها يمين شمال. ده هم خدوا نظام الطائرات دي من الطير الاجنحه والزمك اللي هو في الاخر عشان لما يعمل ديله كده الهواء يضربه كده يطلع لفوق، ديله يبقى كده يضرب كده ينزل لتحت، يعمله كده يبقى يمين يزول تحت يمين. هم خدوها منه. فانا علشان اذا قلت لكم لان الطير انت تدرك حديثه ووجوده وتشوف الحركه بتاعته ويمكن يعمل لك تفكير ويقلب نفسه زي برضه ما بيعملوا تشكيلات في الايه؟ في الطيران برضه. قال لك اذا قلت لك ده انت حاجب انت حددت حاجبه وشايفه، لكن الارض انت فيها وعليها ما تقدرش تحدد حاجبه، ما تقدرش بشرك يجيب الارض كده ويشوفها كده ما تقدرش، والسماء رحمه. فاذا قال الله في كتابه لك ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، تبقى سهلة لأن يسقط ولم يرى إلا الطير فوقهم إيه؟ صافات ويقبض ما يمسكهن. فإذا قال لك ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه يبقى صدق، لأن مسك لك الطير قدامك وأنت شايفه كلام على الأرض. وإذا قال لك إن الله يمسك مش السماء بس، يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الله يبقى خد من المشهد اللي أنت عارف حيزه كويس عشان يديك القضية اللي ما أنتش إيه؟ اللي أنت إيه؟ ما تدركهاش. فإذا قال يبقى تصدق لأن له صورة ومثال إيه؟ مثال إيه؟ موضح لك. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. علم فاعل علم من العالم كل الطير وكل حاجة علمت صلاتها وتسبيحها، يعني تسلم ازاي وتسبح ازاي ومش عارف ايه، قال لك او علم الله صلاتها وتسبيحها. كل والله علم الله صلاتها وتسبيحها، ده هو اللي خلقها فيه. على علمها ازاي؟ يبقى التابع ايه؟ يبقى كل خير وكل شيء في الوجود عارف ايه؟ صلاته ايه؟ وتسبيحه زي ما انت عارف الايه؟ المنهج. بس هو استقام في المنهج لانه مثقف، وانت لخبطت في المنهج لانك مخير. فان اردت ان تستقيم امور حياتك فطبق المنهج اللي ربنا عامله زي الكون كله، من طبق المنهج لانه مثقف ولا تجد في الكون خللا. الخلل بيجي فين؟ الخلل بيجي منك انت ايها الانسان. اي حاجه ما تنحشرش انت فيها ماشيه سليمه. الحاجه اللي انت بتنحشر فيها تنحشر فيها على منهج الله، ما انحشرتش على منهج الله تفسدها ولا ما تفسدهاش. الشمس طب ما غابتش يوم قالت لا والله انا مش طالعه على النبي الايه دول، والهواء ما وقفش، اي كل حاجه ماشيه بايه؟ وبحساب. وبعد ذلك يحسبوها واهل الارض يحسبونها حساب ويرتبوا عليها صناعتهم، يقول لك هتدور قد كده وتمشي قد كده وتلتقي العربه دي مش عارف ايه وده يلتقي بايه، حساب مضبوط ولا لا؟ لو ما كانتش هي نفسها محسوبه كانت تنجبت الحساب وياها لازم.
ولذلك الشمس والقمر بحسبان، ولما هي اتعملت بحسبان يبقى احنا عملناها حساب علشان كده. ليه؟ لان هي ايه؟ الساعه المعموله دي بتظبط من الوقت ولا لا؟ طيب هي ظبطت الوقت الا لانها هي في ذاتها مظبوطه، يبقى معموله بحساب تديك حساب دقيق، حساب ملخبط تديك حساب ايه؟ تديك حساب ملخبط. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. قانونيه نعم. ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. بيطمنك منك الذي كلفك بما كلفك به سابقا، افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، اطمئن. ما تقولش في اليوم يمكن الهواء ما يموتش، ما تقولش في يوم يمكن الشمس ما تجيش، ما تقولش في يوم ليه، لان كل دي في ملك مين؟ في ملك ربك. ولا فيش واحد تاني لا وياه عشان يقول لا ما تعمليش. يبقى اطمن على انها تؤدي برمتك الى ان تقوم الايه؟ فلا تشغل نفسك بها. آية تانية، ألم ترى برضو ألم تعلم أن الله يزجي سحابا، وبعدين عرفناه في الآخر وشفنا إزاي المطر بينزل لنا، وشفنا إيه حكاية التبخير، وشفنا إيه حكاية التكثير، وشفنا إيه حكاية الركاب، وشفنا حكاية الخلل، وشفنا حكاية الذكورة والأنوثة. الله، كل دي عرفناها إزاي، بعدين عرفناها بالتحليلات. دلوقتي احنا عارفين ان زمان ان سطح الميه كانت تربع الايه؟ الارض. لاننا عايزين مساحه ميه كده عشان تتبخر. تتبخر تتقطر يعني. زي ما انت بتجيب في الصيدليه ميه ايه؟ متقطره. تجيب موقد وتحط فيه عليه اناء والاناء فيه ميه وتخليه يغلي والبخار يطلع. البخار بيطلع يروح فين؟ تستخدمه في انبوبه زجاجيه. الانبوبه الزجاجيه بتعمل فيها ايه؟ بتمررها بشيء بارد. تقول بعد ما بقت بخار هي كانت الاول ايه؟ سائل، وبعدين بقت ايه؟ بخار. انا عايز ارجعها سائل. اقوم اجيب لها ايه؟ بقى تلج او ميه ابو بلوده. تقوم تنزل في الايه؟ في الكوبايه الثانيه ميه ايه؟ مقطع. اي العمليه دي هي اللي بتعملها الايه؟ البحار الواسعه دي. تقعد بقى ايه؟ احنا كنا ضربنا زمان مثلا وقلنا انك لو جيت تسافر من البيت وبعدين جبت كوب ماء وحطيته مثلا لاخره وسبته وطلعت بعدت عن الشقه شهر، وبعدين تيجي تلاقي ايه؟ تلاقي الكوبايه نقصت. بس نقصت ايه؟ حاجه بسيطه. نقصت راحت فين؟ اتبخر. عال قوي. طب لو انت قبل ما تسافر جيت للكوبايه دي ورشتها في الصاله كده، يمكن قبل ما تمشي اذا اتساع سطحه السائل يتبخر كتير. اه ربنا عايز يتبخر كتير، ده هو عمل الميه ثلاث ارباع الارض عشان كده. وتطلع وبعدين بقى يقول لنا على بقى الم ترى ان الله يزجي سحابا. يزجي اي يرسله برفق ومهد. مش مر السحابة لا ليس ولا عجل. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. يجيب السحابة دي على السحابة دي ولم يؤلف بينه، يبقى دي من الفخر عندي. اللي هيحصل فيها الخلل اللي يحصل فيه اللقاع واللي هيحصل فيها ما كانش الفتوح دي ما ينزلش الودك من خلاله، يبقى كان يقدر يخليها حته سحاب واحده. قال لك لا، يزجي سحابا يؤلفه. وما دام يؤلفه يعمل فيه يعني يجمعه. وما دام يجمع شيء على شيء، اذا جمعت شيئا على شيء بدون ان توحده تكوينا، يبقى لازم تشوف بينهم وبين بعض ايه؟ فضل. احنا بنجيب السم ننزع به الورق ليه؟ عشان ايه؟ هتحط ورقه على ورقه، مهما حطيت عليها ثقل يبقى فيه ايه؟ فيه فراغ. ما دام ما بقتش ذات واحده، عجينه واحده، يبقى فيه فراغ. وزلت تجربها حتى لما تجيب كوبايه ميه وتكون مقعرها مبل شويه وتحطها في حته وتسيبها مده، تقوم الميه تتبخر.
وتطبخها والهواء يطلع من تحت تيجي تشيل الكوبايه تبقى صعب. انت لما بتجيب الكاوتش دي وتحطها تحت لوح زجاجي وتلزقه عليه كده ايه اللي بيحصل؟ بتمسك ليه؟ الكاس اللي انت بتعمله صاحب البرد بيعمله بتاع البرد ده بيجيب حته قطن كده ويلفها مش عارف ايه ويولعها ويحطها في الكوبايه. النار بتحرق ليه؟ تحرق الهواء وتحرق الهواء اللي جاي في خلل التقاء الكوبايه بال تقوم تيجي تشد الكوبايه بقى على ما تقعد تحتال بتعمل خلل كده. الله اذا الخلل ده معناه انه يجيب هواء. ولذلك في عدد القدماء المسلمين في لبنان ايه؟ ان الحجارة على بعضها ما فيش ميلة تفريغ الهواء. يبقى اذا كل خلل في شيء يبقى فيه ايه؟ فيه هواء يبقى فيه خلال. اهي دي اللي الم ترى عملية تنعمل عشان يشرب الكوباية مية ونور وزرعين ونور ولا احنا عارفين هي بتتعمل ازاي؟ ده عشان نعمل كوباية مية بخارج الزخارف شو بتكلف قد ايه؟ الم ترى ان الله يجزي سحابا يعني يرسله برفق وغيرات مواليه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركابا. يقول لك ايه ركاب؟ يعني مكبس على ايه؟ على بعضه. هناك الآب ايه يا سيدي انت ايه؟ سحاب مركوب وان يرى كفا من السماء ساقطا يقول ايه؟ سحاب مركوب على بعضه كده زي ما انت تقول متراكم على بعضه. ثم اجعله ركاما اي على بعض فترى الودق اللي هو المطر يخرج من خلاله. خلال دي جت منين؟ يعني ساعه ما قال سحابا ثم يؤلف بينه يبقى دي جت في رحله يبقى في خلل جريء ولا لا؟ نعم. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد انما مش ولا برد يحط الثلج كده وتنزل ثلج فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. الله الميه اللي بتنزل دي يجعل الله منها حياه ولما يعز يجعل منها الموت. مش اغرقنا سد مقلب عمل ايه؟ مش خلاهم ايه؟ الله. وبعد اذا ما نظرت الى الميه تجدها هي والنار متقابلين. العدميون اللي مقاومتهم صعبه والميه وايه؟ والنار الاثنين. ولذلك تجد العرب لما جه سد مقلب وعمل العمليه دي خافوا من الميه ولذلك اثروا ان يعيشوا في اماكن ما فيهاش ميه ويبقوا يروحوا يجيبوا الميه بتاعتهم من مسافات بعيده. قال لك ابعد عنا على الحكايه دي فارسلنا عليهم سيل الايه؟ قال لك نقلب من نرجع واحنا نبقى نتعب ونروح نجيب الميه من بعيد. هذا سبب انهم سكنوا في الايه؟ سكنوا في الصحراء. يبقى والميه نجى الله منها موسى واغرق بها مين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفعل الشيء في الشيء وبالدهن. يكاد سمع برقه يذهب بالابصار. لما بنشوف البرق والرعد بقى مش كده؟ سمع طب البرق ده جاي الضوء ده جاي منين؟ من الميه. النار جابت ايه؟ جابت ميه. لما اذا لما ربنا يقول اذا البحار سجرت بقى في نار يبقى صدقوا. يكاد سمع البرق برقه يذهب بالابصار يخطفه. يكاد البرق ايه؟ يخطف ابصاره. بعدين قالت يقلب الله الليل والنهار. ما عملهاش رتيبه كده 12 ساعه و12 ساعه. لا يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. دي يبقى خضر وده يبقى عصير وبعض المره يبقى مستويين. الله مره يبقى حر ومره يبقى ايه؟ يبقى برد ومره يبقى النهار مظلم لان في ليل وغمام ومره يبقى الليل بليل لان ما فيش غمام ويقول لك القمر. مساله ما بقاش ايه؟ مش ميكانيكا يعني. لما هي قيميات بقدره تجري امور الاشياء على تصاريف مرادها. نعم. يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما هي العبرة؟ إلا العبرة والعبرة والعبور والتعبير كلها مادة واحدة. إحنا بنقول المكان ده العبور يعني إيه؟ تنتقل من إيه؟ من جهة إلى
وفلان عبر عن كذا، يعني ايه نقل الكلام النفسي الى كلام باللسان علشان ايه والعبرة عشان نشوف دي نعتبر وننتقل لغيرها. يبقى كلها والعبرة. ام قال لك حزن اسال شيئا فنزل من عين الدم، يبقى كلها معنى واحد ولا لا؟ بس عبرة ليه؟ نقول الابصار. الابصار اللي ايه اللي بتدرك بس؟ ام قال لك لا، الانسان له ادراكات بوسائلها وله عقل يستقبل المدركات وبعدين يقعد يغربل في المدركات ويطلع منها قضايا. ففي واحد يبصر ولا شاف شحا الا بالله اللي اخترع عصر البخار ده، عمل ايه؟ طب ما كلنا حتى الام والمراه والراجل والصبي شاف القدر وهو بيفور من النار تحته والنار بتفور والغتب كلنا شفناه. انما ملناش عقل يستقبل المدرك عشان يطلع منه حاجه تنفعنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا يقول انا تركت في كوني اشياء وظواهر بتحصل عاملها علشان تشوفوها وتفكروا وتولدوها اشياء تنفعكم. فالرجل اللي قاعد كده وشاف الكبر وغطى عمال بيعلى قال الله. اخوان البخار لما الميه بتبرد الميه بتنقص والبخار بيرجع البتاع فالحي يروح حي حي يروح ناطر الغطا. طب ما ناخد بيها نفضة اخلي تحريك الغطا ده يحرك لي اله في عجله كده ويمشيها وعمل عصر البخار. يبقى ربنا بيقول وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون كأنه يريد أن لا يعرض عن آية في الكون. لأننا لو بصنا لها بصة استقصاء وبصة دراسة وبصة فهم نستفيد منها إيه؟ نستفيد منها أشياء كثيرة. وكل الأشياء اللي نفعت البشرية جاءت وليدة الصدفة من واحد نظر في مرئي فقعد يوم العقل فيه ويوم اعمل عقل فيه طلع لنا ايه؟ طلع لنا انتاجات. يكلم الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لكل الابصار. الابصار التي تنقل المبصر الى العقل ليحلله ويستنبط ما فيه من اسباب لعله يستفيد منها بشيء ينفعه في ايه؟ اللي اخترع اول صهيج للميه ايه؟ ما نكون نشوف الماء بتنزل على الجبل. طب الماء نازل على الجبل، الجبل ما بيرتفعش بيها الا يدوب بيروح وبعدين تنزل فين؟ تنزل في الواطي. الله، اذا الماء تنزل استطراق في الواطي. قال لك انا طب انا لو عليت شويه ماء وعملت بتاع انبوبه ولا مجرى كده تنزل لي؟ قال لك لا، اوعى رفع شويه ماء حطهم في خزان عالي اعلى من اي عماره وبعدين مد الوسيط نزلت الماء من الايه؟ من العيال راحت كده تبقى في بيتك وتفتح الحنفيات تنزل لك الايه الماء. ولذلك يقول لك الماء ما بيطلعش الادوار دي لانها تبقى مش في الايه؟ مش في المستوى. يبقى اذا الله خلق ايات وظواهر في الكون لو ان الانسان نظر اليها او استمع اليها او بتعقل وتبصر يستطيع ان يستنبط منها ايه؟ يستنبط منها اشياء. وبعدين جاب آية رابعة كمان وتاني والله خلق كل دابة من ماء. الدابة هو ما يدب على الأرض سواء كانت العام إنسان طير وحش نملة ما فيها دبيب مش كده بره أي شو بقى ولذلك إيه لما يقول لك دبيب لما تبقى دبيب نملة ده يبقى إيه؟ أم قال لك ده بيسمع دبيب إيه؟ إيه؟ يسمع دبيب النمل يبقى لها دبيب. الله يعني كل شيء يضخم قابل لان يصغر بس قد يضخم تضخيما لدرجه ان تقدر ما تدركش كله وقد يصغر تصغيرا لدرجه انك انت ايه؟ تقوم تعمل ايه؟ تجيب ايه؟ مكبر علشان ايه؟ علشان تشوف اهي النمله دي فيها كل اجهزه ومقومات الحياه. النموسه والهموسه دي اللي بتتعبك دي وتقعد تعمل مش عارف ايه فيها كل مقومات الحياه. طب التركيب والاجهزه دي ده هي كلها ايه؟ ايه كلها؟ قال لك الله ما هي العزمه يا تعمل الشيء ضخم فوق مستوى الادراك
يتأمل الشيخ بعيد دون مختل الإدراك ساعة بيج بنج اللي بيسموها دي هي ليه مخلة مش عالة انها ايه اهو اللي عمل ساعة بيج اللي قطرها قد كده ايه عمل الساعة اللي بتتحط في فص خاتم الأجهزة هي الأجهزة ولا لا بس المهم الآلات الدقيقة اللي تصنع هذه الايه الأجهزة فربنا يخلق لك الفيل ويخلق لك الهنوشة ودي فيها حياة ودي فيها حركة وبعدين يقول لك واللي فيها الهنوشة دي يمكن تؤرقه فيلا تؤرخ ايه؟ تؤرخ فيه شيء سبحان الخالق نعم والله خلق كل دابة من ماء ولذلك هم دلوقتي الشيء اللي انتهوا اليه في انهم يقتلوا ميكروب يحجبوا عنه المائية يحجبوا عنه الايه؟ ولذلك هم فيه جروح يعملوها دلوقتي بالعسل لان لما نعمل العسل حجر المائية نص المائية يبقى الميكروب ما يلاقيش ماء والمية هي حياة ليه مثل الميكروب نعم والله خلق كل دابة من ماء وبعدين الخلقة مش أيامك مش قالب كده لا بعملها ألوان أسد فمنهم من يمشي المشي ما هو المشي المشي هو انتقال الموصوف بالمشي من حيز المكاني الى حيز المكاني الاخر هذه بعض المشي طيب احنا فاهمين المشي بايه بالرجلين يقول لك لا خد بقى فمنهم من يمشي على بطنه مش كده ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع وربنا يعني بسطها لنا كده لان القران معجم وموجز ما قالوش منهم اربعه واربعين ايه العجائب دي؟ يعني في المشي بس منهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ على اربع شيء عجيب طيب يخلق الله ما يشاء اهي يخلق الله ما يشاء دخلت الروح ما قلنا عليها دي اللي هم اربعه واربعين قال لك انا مش هستقصي بقى لانها فوق الايه؟ فوق الاستقصاء وبعدين كما سخر انسان لانسان وسخر حيوان لانسان يسخر بعض اجناس الحيوان لبعض علشان مقومات حياته ابو مثلا البتاع اللي يسموه التمساح ده اللي بقى عالي منين؟ التمساح ده ساعة ما يفتح بقه فياتي له طير ويدخل المنقار في بقه ويقعد يتغذى من بق من بق التمساح والتمساح مبسوط مستلذ وفتح له بقه مش عارف ايه يبقى غذاء الطير ده من مين؟ من الخمائر والبكتيريا اللي في ايه؟ اللي في فم التمساح يقوم ده بقى مخزن قوته يقوم لما يقع الطير ده يشوف الصيادين جاي من يصير البتاع يروح مد صوت يروح التمساح نازل ايه ميت بيحافظ على قوة بعض دي تيجي ازاي؟ ازاي دي تيجي؟ يجي مثلا لو اتصفناها بعينين وبعدين ايه اللي دافع عليها؟ وبعدين تقعديها كده في الجنينه لانها راحت الى شجرات خاصه في الاحراف كده وتبقى عامله عينيها كده مسحها ثلاث ايام وبعدين بقى ما جاتش لانها فنجلت مين ايه اللي هذا؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ليه؟ لأن طلاقة قدرة إن الله على كل شيء إيه؟ قدير وإحنا قلنا المشي بقى انتقال من حيز لحيز وقد ينقلل السعي بين الناس بالنميمة ولذلك إيه؟ هماز إيه؟ مشاء بنميم بعد ما بتدل الأدلة دي كلها يسبح له من في السماوات ومن في الأرض وبعدين قال لله ملك السماوات والأرض ولم تر أن الله يزجي سحاب وبعدين قال يقلب الله الليل والنهار وبعدين قال الله خلق كل ذابة من ماء إلى آخره وبعدين قال لقد أنزلنا آيات مبينات يعني من خلق لكم هذه العجائب أنزل لكم آيات فيها الأحكام
فكما فعل لكم الجنين في من يخدمكم في الكون من سمائه وأرضه اعملوا انتم بقى اللي عليكم واتبعوا هذه الآيات البينات. لقد أنزلنا آيات مبينات، مبينات ايه؟ مبينات لاستقامة حركة الحياة، لأن حركة الحياة عايزة كل من يوجد يتحرك، عشان الحركات ما تتعاندش وتتسالب، لأن في الإلمنت بالدنيا ايه؟ إن الحركة تتعاند والحركة تتضاد، أنت تبني هو يهدم. الله، يبقى إنما يريد الله ايه؟ إن الحركات تتسالب مع بعضها، وتتسالب مع بعضها يبقى لازم فيه ضابط قيمي يضبط هذه الأشياء، وعايز كل إنسان يخلصه في صنعته. يقول له أنت لما بقول لك أخلص في صنعتك، أنت لا تحصل من عملك إلا زاوية واحدة في حياتك اللي هي حرفتك، ويمكن اللي أنت تحسنها في حرفتك تبقى أقبح شيء في حياتك. اللي انت ولذلك يقول لك باب النجار ايه؟ قال لك كان المفروض ان باب النجار يبقى باب كويس ولا بتاع؟ قال لك لا، ده هو ده لان الباب الوحيد اللي مش هياخد عليه اجره. يقول لي تلصقه بشويه خشب من هنا وشويه خشب من هنا. الله، يبقى الحاجه اللي انت بتحسنها ما بتنتفعش انت بها. يبقى اعمالك كلها في ايد مين؟ في ايد غيرك من الناس. فاحسن ما في يدك ليحسن الناس ما في ايديهم لك. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أنك نعم يهدي من يشاء. طب إيه قال لي مش مهدي ذنبه إيه ما دام في الهداية إيه هو اللي بيهدي؟ والله يهدي من يشاء أن أبلغ الهداية. إيه نحن زمان هداية نوعين، الهداية الدلالة والهداية المعونة على الدلالة. يبقى الله هدى الكل ولا ما هداش الكل؟ بين للكل أسباب الخلق، وبين للكل طريق الفلاح، وبين للكل الأسلوب الأمثل في إدارة حركة الحياة. مين اللي سمع؟ اللي سمع بقى يقول لي أنت سمعت كلامي ووثقت في توجيهي، أنا أعينك على أمرك بقى. يبقى في هداية دلالة وهداية إيه؟ وهداية معونة. ولذلك قال ايه؟ قال سعد بن سكر والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم. يبقى هم اللي عملوا فامتنعت منهم هدايه الايه؟ هدايه المعونه مش هدايه الدلاله. ولذلك ايه؟ اقرا قول الحق سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اما ثمود فاذيناهم فاستحبوا العمى. واذيناهم يعني ايه؟ تلواهم على طريق الخير، لكنهم استحبوا. لقد انزلنا، قلت كلمه انزلنا تشعر باحترام الرب الشيء اللي ينزل، لان ما دام انزلنا يبقى من علوم الى مين؟ الى ادنى. ولذلك لما ربنا يكلفك يقول لك انا عايز ارتفع بك عن مستوى الارض الى مستوى العلوم السماء، قل تعالى الاكل ما حرم تعالى. ما تقعدش تفكروا تفكيركم وتشوفوا حياتكم بافكاركم وبآرائكم، لا، تعالى وخذها من مين؟ ممن خلقك او خلق لك الحياه. ما شاء الله. لقد انزلنا ايات حتى يعبر عن الشيء اللي هو اصل في الارض يقول برضه انزلنا. طب وانزلنا الحديد، طب الحديد في الجبل في الارض، يبقى ايه؟ يبقى دايما علو. نعم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي الهداية المعونة من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ذلك في آية أخرى حيقول إيه هناك؟ ألم ترى أن الذين قالوا آمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مش كده؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك. إيه؟ من المنافقين؟ قال لك خيبة المنافق أنه
لتضارب الملكات النفسية، لأن الإنسان له ملكات متعددة. اللي بيعمل على استقامة الملكات كلها متساندة، واللي بيعمل على غير استقامة الملكات تبقى متعاملة. واحد من البشر كله بيبص لأهله، بيبص لبنته، بيبص لمراته مثلا، ملكات كلها متساندة، ما يخافش من حد يخوفه. اللي واحد بينزل إلى محارب الغير وعمال بيحطط ويشوف مين اللي شايف، الباب مكتوب ولا مش مفتوح، حد طالع ولا مش طالع، دي مش ولا إيه؟ ملكات عماله ايه؟ مختلفه. ولذلك يقول لك الاستقامه استسامه. استقامه الملكات كلها ايه؟ ولا بعض. ما فيش ملكه بتتعارض مع ملكه ابدا. لكن المنافق اول حاجه ان هو مش كذاب بس، لا، ان هو متجارب الملكات في نفسه. ليه؟ لأن القلب كافر ولسان مؤمن. يقول لك أن كرامة الإنسان مش تكون بينه وبين الناس. قد يصنع الإنسان نفسه أمام المجتمع صنعة تخليه يعجب الكل، وهو بينه وبين نفسه شرير. يبقى هو إن كسب المجتمع الكبير خسران رأي نفسه في نفسه. وما دام الانسان خوفه لنفسه يبقى ما يعجبوش ان يكسب العالم كله. ليه؟ قال لك لان العالم مش وياه في كل وقت، انما نفسي وياه في كل وقت. انا كبير قدام الناس على ما انا وياه، انما لما اقعد باخلل نفسي ولاقيني حكيت قدام نفسي وعملت كذا وعملت كذا، اخسرت ايه؟ يبقى انت حكمت بان راي الناس انفس من رايك. لأن لو كان رأيك له قيمة كنت تحاول إن رأيك يبقى في نفسك صح. إنما أنت عايز رأيك عند الناس يبقى صح، وكان رأيك عند نفسك يبقى إيه؟ يبقى وحش. يبقى المنافق بيعمل إيه؟ متجارب الملكة. بمثال قال لك في ربنا قال يزعمون الذين يزعمون، والزعم مطية الكذب، يزعمهم أنهم آمنوا بالله وبعدين يريدون أن يتعاكموا إلى الطاغوت. يبقى يريدون أن يتعاكموا إلى الطاغوت، وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. دي الحيثيه بتاعت يزعمون انهم امنوا بما انزل اليه، حكم عليهم بانهم ايه؟ يزعمون. والزعم مطيه الايه كده؟ طب ودليل ان زعم ايه؟ طب لك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، ولو كانوا يؤمنون بما انزل اليك وما انزل اليه من قبلك لكانوا يتحاكموا الى الطاغوت. يبقى فضحوا نفسهم. الثانيه فضحت مين؟ فضحت الاولى. طب وبعدين؟ طب قال لك الكافر احسن منه، لان الكافر منسجم البركات، قلبه ما قابلوش وينسجم شويه يقول ايه. ولذلك كان ليه المنافقين في الدرك الاسفل، علشان كده. لانه ليه؟ والحق سبحانه وتعالى يدينا سوره يقول لك اياك ان تحكم على المقول وحده، لان المقول قد يكون كذب ملوش قاعده في الباطل تصدقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد أنك والله كلمة نشهد إن دي كلمة تلقت هو رسول ولا مش رسول، والله يعلم أنك. وبعدين يقول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. طب ده أنت بتقول أنا أشهد بأنك رسول، وهم قالوا كده أنك رسول الله. قال لك لا، ده مش بيكذبهم في المقولة إنك لرسول الله، يكذبهم في كونهم بالله شهادوا أنك رسول الله. مش المقولة صدق، إنما قلهم نشهد أنك رسول الله، لأن معنى الشهادة أن يواطئ الإسلام بالقلب. يبقى يعلموا أنهم لكاذبون ما تناقضتش، لأن في فرق بين المقولة وبين ما قيلت في المقولة وهي نشهد. يبقى التكذيب على قولهم إيه؟ نشهد. والتهديد وقول الله ان الله يعلم انك لرسوله دي من المقوله، المقوله صدق، انما قولك نشهد هي دي اللي ايه؟ هي دي اللي كدر. يقول لك احنا عشان واحد اظن اسمه بشر ده من المنافقين، وكان له خصومه مع يهودي. اليهودي طلب ان يتحاكموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي طلب ان يتحاكموا عند مين؟ من منافق. طلب انهم يتحاكموا عند كعب بن الاشرف. اليهودي ما رضوش حكومه كعب بن الاشرف،
لانه عارف ان ابن زايد زيه طبعا كل ده. والانسان وان كان مزيفا لما يبقى له حق عايز يروح اللي ما يزيفش، عايز يروح لمين؟ اللي ما يزيفش، لان هم اللي زيفوا يروح الكعبه بيقفل اليهود اللي قال مزيف ده يا غزار. فاليهودي عايز يتحاكم الى مين؟ الى رسول الله. يبش المنافق عايز يتحاكم الى كعب بن الاشرف. تغلب اليهودي وراحوا لايه؟ لرسول الله فحكم لليهودي. يبقى اليهودي كان ناصح وعارف ان رسول الله يحكم بالايه؟ هيحكم بالحق وحكم بالحق. اما انا لا، ما انا ما ارضاش الحكم ده، خليني اروح لكعب بن الايه؟ الاشرف. فانفى بنروح لعمر نشوف ايه الحكايه دي. فذهبوا الى عمر قالوا يا عمر ان بشر حصل كيف وكيف وكيف وقضى رسول الله بالحق لمين؟ لليهود. وهو ما رضيش بقضاء رسول الله. قال هكذا كان يعني ما رضيش بقضاء رسول الله. انتظروا ودخل جاب السيف بتاعه وعلى رقبته من لم يرضى بقضاء الله فذلك قضائي فيه. بتاعت المسألة ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. قد تكفركم. وبعدين بقى هذا التطبيق بقى تطبيق للإيمان، لأن الإيمان به وفيه الوظيفة إن الأعمال البشرية تجعل عرفت من طرق الإيمان. أنت قلت صحيح آمنا بالله، لا مش أنت فهمت هيبقى إيه؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. أهي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، إحنا كالتفرق. وبعدين ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك. يتولى عن إيه؟ ما يطيعوش، وما دام ما أطعش يبقى ما آمنش. أدي معنى التولي. التولي الانصراف عن شيء كان موجودا إلى شيء مناقض. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أهلية تعالى. إذا فريق منهم معرضون، اليهود راح والتاني إيه؟ التاني مش راح أعرض. وإن يكن لهم الحق، هو ما بيديش برا ساحة اليهود، ده اليهود ما بيديش بحكم رسول الله إلا زاد ليثق من له الحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يجادل الحق، مش راح يعني يقول لك لا، ده هو عارف انه هيحكم بالايه؟ بالحق. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مزعجين. لانه عارفين هيبقى في ايه؟ هيبقى في صفين. الحق بقى بيقول افي قلوبهم مرض؟ في قلوبهم مرض. ايه المرض؟ المرض هو خروج الشيء عن استقامة سلامته. كل حاجة لها سلامة، العين لها سلامة، الأذن لها سلامة. والعجيب بقى أن كل جارحة تعيش في سلامة تكوينها تصحبها ولا تجري بها. وأول ما يجي فيها آفة تبتدي تقول يا ودني، ودني تعبان، ما عرفتش إن ودني ولا دلوقتي. يا عيني، يا ديرتي. هذا مش عارف الله. يبقى انت طالما كان العود ايه؟ في سلامتك ايه؟ ولا تاخد بالك منه بقد ما الله. ولما يحصل له آفة تبتدي تتنبه ايه؟ تتنبه له. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في الرسول أم يخافون أن يحيف الله عليهم. يحيف يعني يدوم عليهم. أن يحيف الله عليهم يا رسوله. بل أولئك هم الظالمون. ظلموا إيه؟ ظلموا أولا نفوسهم وذلك هو منتهى الحمق. الله. ولما يحصل له آفة تبتدي تتنبه إيه؟ تتنبه له. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في الرسول أم يخافون أن يحيف الله عليهم. يحيث يعني يدوم عليهم. أن يحيث الله عليهم يا رسوله. بل أولئك هم الظالمون.
ظلموا اولا بفلوسهم وذلك هو منتهى الحب. تظلم غيرك معلش الخير يجيلك، انما تظلم نفسك اهي دي غباوه بقى. طب ده الانسان بيروح للاشياء عشان يحقق خير نفسه، تقول انت تظلم نفسك انت، يبقى في احمق من كده. يبقى من ظلم نفسه فلا تلومه ان ظلم غيره. يبقى ربنا لما بيعاقب الظالم بيعاقبه لمصلحته ولا مش لمصلحته؟ لان عاقب الظالم لانه ظلم نفسه، لان جاب لنفسه جزاء شر بعد ما كان بيمنيه لحد من غيره. لكن المؤمنين بقى بيجيب المقابل بقى. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله، بمن امن بالله. لان انت بتستعمل عقلك وخيالك في ان تؤمن بالله. انت حر يا سيدي، امن او لا تؤمن، انت حر. لما دام انت امنت باختيارك ولا باختيارك، فاعتبر اختيار نفسك بان تطيع هذا الاختيار، والا سفعت اختيارك. لما تؤمن بشيء وانت مختار ان تؤمن او لا تؤمن، وبعدين الشيء بيقول لك اعمل كذا ولا تعملنش، تبقى انت سفيت ايه؟ انت سفيت اختيار، تبقى انت اللي اخترت. يبقى اذا كنت انت صحيح مختار صح، كان يقول لك عليك ايه؟ تعمله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى صنع ذلك في الكون كله. الناس يقول لك ان الكون ده ما دون الانسان مسير لا مخير. والانسان هو اللي مخلوق مسير في اشياء ومخير في اشياء. كل شيء فيه تكليف يبقى لازم فيه اختيار. لانه بقول لك افعل يبقى معناه انك صالح ان لا تفعل. بمعنى يقول لك لا تفعل يبقى صالح ان ايه؟ ان تفعل. كل شيء فيه تكليف يبقى فيه اختيار. افعل كذا ولا تفعل كذا. لان الله لا يقول لك افعل الا وانت صالح ان لا تفعل. ولا يقول لك لا تفعل الا وانت صالح انك انت تفعل. يبقى الامور التكليفيه فيها اختيار. أما أنك الكون كله كده خلق مسير كده، أما أنك لا، الكون برضه خلق بس خد الاختيار مرة واحدة وريح نفسه. إنا عرضنا الأمانة باختيار على السماوات والأرض والجبال فأبينا أهلا يا رب أنت خيرتنا علشان علينا إحنا اخترنا إننا ما يبقاش لنا رأي وأنت تمشينا زي ما أنت عايز. يبقى اختاروا ولا ما اختاروش؟ بس اختاروا اختيار إيه؟ اختيار جمله متريح مش لكل حاجه بقى. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. قال يا رب انت تصرف فيه زي ما انت عايز، احنا لا نامن اختيارنا، انما انت مامون على هذا الاختيار. يبقى اختاروا ولا ما اختاروش؟ والى لقاء